برحب بحضراتكم مرة تانية. البيت الكبير لسه مستمر مع اتنين من نجوم النادي الأهلي، الحقيقة أصحاب الرؤية التحليلية رائعة جدا. هنتكلم عن النادي الأهلي اللي حقق فوز غالي امبارح على فيتا كلوب، تحدي الصعاب والأزمات، وعاد من بعيد ليواصل هذا المشوار، مشوار البحث عن الأميرة الأفريقية مرة عاشرة. ضيوفنا النهاردة الكابتن الكبير فتحي نصير. أهلا بك يا كابتن فتحي. أهلا بك سارة. والكابتن الكبير ماهر همام. أهلا بك يا كباتن، وألف ألف مبروك. يمكن كنا بنتكلم قبليها عن استعدادات الفريق، كنا بنتكلم عن الصعوبات، كابتن فتحي اتكلمنا معك كتير في هذا الموضوع، وكنت بتتكلم في جملة مهمة قوي لفتت نظري ساعتها. فاكرة أن أنا سألتك لما كنت بتقول لي التوفيق ثم التوفيق ثم التوفيق، ولكن تطرقت إلى توفيق الحكم في المباراة. في فيتا كلوب الماتش الأولاني لعبنا ماتش حلو جدا جدا، وبرغم من ذلك تعادلنا بسبب حكم المباراة. مش هقول انه يعني مش هنعتب عليه، ولكن في كل الاحوال كان خطا تحكيمي كبير امبارح، يعني غير موفق. كان غير موفق. موضوع توفيق الحكم كان بقى اللي حضرتك قعدت تشرح لنا فيه المره اللي فاتت. بالزبط. عايز ابدا بتوفيق الحكم في مباراه امبارح، كابتن فتحي شافه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بنرحب بيكم كابتن ماهر، يعني كابتن فتحي نورنا كابتن، منورين. احد النجوم. التوفيق دي حاجة، حتى موسيماني قال لكم أو قال في المؤتمر الصحفي إن كرة القدم كل يوم بتدينا دروس وبنتعلم منها. دي من وجهة نظره. إحنا بنقول على حاجات أصلاً يعني الناس لسه مش حاسة بيها، والمشاهد العادي كابتن هاني المشاهد العادي ما يقدرش يوصل لها. لكن من خلال الدراسات ومن خلال الخبرات لما بنلاقي فرق كلها تبقى قد بعض، المستوى قد بعض، فنيا قد بعض، حتى المستوى الفرق كبيره، المستوى الفني، المستوى البدني، المستوى المهاري، المستوى الخططي، كل واحد. طب امال ايه اللي بيخلي فرقه تكسب عن فرقه؟ فجه بند التوفيق اللي هو كان غايب عن الناس زمان اصبح موجود دلوقتي. عرفناه، هو كان موجود من زمان بس الناس مش قادره تتلمس له ولا تتحسس تيجي للمنطقه، مش راحت المنطقه دي خالص، مش موجود من ضمن المباراه او مش من ضمن جزء التحليل، حتى استوديوهات التحليل كلها هذا التوفيق غير موجود. ليه؟ لان ما كانش ناس بتمسه. لكن التوفيق لا، ده موضوع كبير قوي قوي قوي، وبيمس جميع مباريات كره القدم في العالم، مش مبارياتنا بس هنا في افريقيا او في مصر او في المنطقه العربيه، ده على مستوى العالم. أي مباراة أيا كانت كبيرة أو صغيرة في أي بطولة من البطولات هتلاقي التوفيق. بس أنت عايزة بقى واحد يحللها. فالحمد لله احنا قلناه هنا في قناة الأهلي وفي البيت الكبير، وأول مرة هذا المسمى يطلع ويتردد. وقلنا يوميها قبل ماتش فيتا كلوب احنا بنقول ايه؟ التوفيق للمدرب في ايه؟ إنه هو يختار طريقة لعب كويسة، ويختار تشكيل كويس ينفذ طريقة اللعب اللي عايزه، وتوفيق للعيبة إنها تنفذ كلام المدرب لتنفيذ الخطة وتنفذ الطريقة، وتوفيق الحكم إنه يديني حقي، إن الحكم يديني حقي، ده توفيق. فظهرت إمتى؟ يوم المباراة الأولى. احنا اللعيبه بتلعب باداء كويس وكده، بس توفيق انهاء الهجمه غير موجود، وتوفيق الحكم في انه يديني حقي ما ادهوليش. ايوه، هو الخطا اللي حصل منه غير مقصود، انا ما بقولش ان هو يتعمد وكده، لكن ما كانش موفق في ان هو يقف في زاويه صح، صحيح، او صفارته سبقته، او كان متسرع وما فيش فار عشان يرجع له. فممكن هو بعد ما صفر راجع نفسه، انا شفته يعني ما كانش متحمس لها قوي ورايح، تحس انه رايح خطوه قدامه وخطوه ورا، لكن حسبها، لان لو الفار كان هيرجعه، وهو كان يتمنى يكون في فار. فده التوفيق. نيجي بقى للمباراه الثانيه. المباراه الثانيه هناك قلنا التوفيق لموسيماني ان هو يختار اللعيبه وطريقه اللعب اللي تتناسب لهذه المباراه، فكان موفق في اختيار طريقه اللعب، وموفق في اختيار اللعيبه اللي هتنفذ له طريقه اللعب.
بالأهداف اللي جت، ثم توفيق اللاعبين في التنفيذ. يعني لما قفشة يجري ويلعبها وتتحط في القايم وتخش، قبل كده كانت بتضرب في القايم وتخرج بره، يبقى ده التوفيق. ده ربنا بقى، ده ربنا. ما لا ده اسمه التوفيق، وربنا بيدي كمان. ما هو ربنا ما بيديش اي حد، بيدي المجتهد، وربنا دايما مع المجتهدين. صح. ومع الناس دي. طيب. ده طيب. جزء من التوفيق. وتوفيق في حاجه تانية، في الجو، والتوفيق في الملعب. تقول ايه التوفيق؟ انت ما قلتوش قبل كده اللي احنا قلناه. انه ازاي؟ انك انت تكوني موفقه في ان اليوم اللي بتلعبي فيه الملعب يكون كويس. احنا كان الملعب وحش بايظ، فمن عند الله سبحانه وتعالى ينزل المطر. المطر ده له بامر مدرب ولا بامر اداره، لكن ربنا. هو بامر ربنا سبحانه وتعالى، لان كل مجتهد وكل واحد مخلص وكل واحد قريب من ربنا، ربنا بيديله. صح. فالمطر نزل لان الترتان، اتنين نجوم كبار لعبوا على الترتان، نار بتطلع منه حتى لو في الشتاء. يعني لو في امطار، يعني قصدي في جو برد، حرارة الترتان بتبقى صعبة جدا، فالمطر ينزل عليها. اللي كان المدرب بيفصلها لنا بيقول ان احنا عاوزين اجيبهم في الحر عشان يلعبوا الساعة 3 العصر يا كابتن، و3 العصر في درجة حرارة 36 تنزل 26. يبقى ده توفيق ان ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا درجة الحرارة 26. هو بالحاجات حضرتك بتكلم عليها، روح للكابتن ماهر، كل الجزئيات اللي اتكلم عليها الكابتن فتحي نصير اعتقد أجزاء مهمة، لكن الجزء الأهم كمان ظهور شخصية البطل، وده اللي اتكلم عليه يمكن كابتن محمود الخطيب قبل ما البعثة تسافر، إن أنتوا تروحوا بشخصية البطل. شخصية البطل الحائز على النسخة 9، شخصية البطل من خلال التاريخ، وده اللي ظهر من أول دقيقة في المباراة يا كابتن ماهر. بالظبط يا كابتن يعني زي ما قلت كده، وعايز أكد على كلام الكابتن فتحي بالنسبة للتوفيق. هو المنظومة بتاعت الأهلي كلها فيها توفيق بشكل كبير، من مجلس الاداره، من رئيس النادي، للجنه التخطيط، للعيبه، لجمهور النادي الاهلي، وتملي المنظومه بتتعب وبتجتهد، ومن هنا بيجي التوفيق. عارف انت لو المنظومه مكسله او مؤخره او مقصره في قرارات، في لوائح، في تنظيم، في جهاز فني يعني ما بيتابعش مباشرة، ما بيجتهدش، ما بيذاكرش، لعيبة ما بتحافظش على نفسها، لعيبة ما بتجتهدش في الملعب، لما بيحصل نوع من الخسارة اللعيبة بتأنب نفسها وبتحاول بسرعة عايزة المباراة التانية تيجي بسرعة عشان تبدأ تعوض. هي كل ده اللي ذكره الكابتن فتحي، كل ده موجود في منظومة النادي الأهلي، منظومة البطولة. النادي اللي حقق 42 بطوله، حقق كاس افريقيا 9 مرات، كل الكلام ده نتيجه المجهود اللي بتبذل من المنظومه، كل واحد بيكمل الثاني. يعني طول عمرنا احنا متوارثين من مجالس الاداره المحترمه للاجهزه الفنيه اللي بتيجي وبتشتغل وبتحاول ان هي تنجح، من اللاعبين بيكملوا بعض، فكل ده هاني بيجيب توفيق. لو ما كانش في يعني المنظومه دي ككل بالمجهود اللي بتبذل فيها بشكل احترافي، ما كانش هيبقى في توفيق بهذا الشكل. يعني عايز اقول لك احنا في المباراه دي كل الناس والاهلاويه 70 مليون وال 80 مليون حاسين النادي الاهلي هيكسب، من شكل اللعيبه وهي في المطار، من شكل اللعيبه وهي في التمرين، من شكل اللعيبه وهي مركزه في الاكل، في النوم، في النظام. من اول ما الحكم صفر خلاص احنا كلنا احساس النادي الاهلي هيكسب. واضح ان البدايه الشخصيه اللي بتكلم عليها هاني، شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، هي دي اللي احنا تعودنا عليها واللي تعود عليها الجيل ده. فدي مش سهله ومش موجوده في حتت كتيره جدا في جميع المنظومات الموجوده حوالينا. هو النادي الاهلي بس اللي مميز بهذه الشخصيه. شخصيه البطل واضحه قوي في الكيان ككل، الجهاز الفني والاداري واللاعبين وجمهور وراهم اللي هو بيساندهم بشكل كبير، وعنده ثقه في هؤلاء اللاعبين. واللعيبه كمان عنده حسن ظن الناس. يعني اللعيبه بصراحه عملت مباراه كابتن هاني من افضل المباريات اللي شفناها من خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا في هذه البطوله، مع الظروف طبعا الموجوده، بالرغم طبعا ان طبعا الحمد لله كان موضوع الحراره كان قليل، لكن كان مازال طبعا النجيل الصناعي كان بيختلف كتير جدا، وشفنا في يعني في لقطات كده من المباراه ان
يعني ما كانش برضو مساعدة اللعيبة بشكل كبير. كنا خايفين على اللعيبة بالنسبة للإصابات، إصابة مثلا محمد شريف كنا قلقانين عليها، لكن كل حضرتك بتتكلم عليها كابتن ماهر إن الإصرار، وإن كان دايما كنت بقول هذه المباريات هي مباريات لعيبة، حتى في إدارة فنية وقامت بدور أكتر من رائع، لكن اللعيبة نفسهم داخل الملعب أعتقد كانت من أفضل المباريات على المستوى الفني، على مستوى التركيز، على مستوى التحركات، على مستوى تقسيم المباراة نفسها من حيث اللياقة البدنية، إن أنت إمتى تضغط وإمتى تقف. كل الأمور دي يعني طلعت صورة أكتر من رائعة، والنادي الأهلي بيكسب 3-0. الفرقة دي عمرها ما اتغلبت بهذا الرقم من يعني من عدد الأهداف على ملعبها. كله يعني على مجال على مجال تاريخ الكونغو لم يخسر له اي فريق، او فريق مصر كسبه هناك كسب يعني مش الفرقه دي بس، الفرقه دي اول مره تغلب 3 كمان بهذا العدد من الاهداف يعني وعلى ملعبنا وعلى ارضنا. هو دي حلاوه الاداء يا كابتن هاني والدروس المستفاده من سيمبا. احنا استفدنا من سيمبا ارضيه الملعب والحراره والرطوبه وكميه الجري والتنظيم الدفاعي والهجومي، ما كناش موجودين بالصوره اللي تواجدنا بيها في هذه المباراه. وبعدين رحنا على ملف الدوري، بدأنا نظهر بقى الشخصيه، بدأت تظهر في مباراه طلع الجيش والاهداف الكثيره اللي احنا ضيعناها، وبعدين في تكلاب ب2-2 والاهداف اللي احنا ضيعناها. فالنهارده انت بتستفاد من الاخطاء دي والاسماعيلي بتستفاد في المباراه دي زي ما انت اتكلمت، من الناحيه البدنيه، من الناحيه الخططيه، من الناحيه المهاريه، من تسجيل الاهداف. من 6 فرص جبنا منهم 3 اهداف. كابتن ماهر حضرتك بتقوله ده، وبرضه بنجد البعض بالرغم من نجاحات المدير الفني، يمكن نتكلم على ارقام موسيماني دلوقتي بالتفصيل اللي احنا استعرضناها مع بدايه الحلقه، لكن النهارده برضه في من المتربصين يا كابتن فتحي اللي بيهاجم موسيماني، مش بس بيهاجمه يعني اللي بيحاسبه بالقطعه مباراه باي مباراه برغم من النجاحات اللي حققها النهارده. النادي الاهلي عمره في تاريخ النادي الاهلي ما فيش حاجه عنده بالقطعه. احنا عندنا ما بنبيعش بالقطعه، احنا بالجمله، فبالجمله، واحنا بالسنه بالسنين مش بالايام. لو احنا هنجزأها ان احنا بنحاسب بالقطعه يبقى احنا مش هنتقدم، لان احنا وحده واحده. نتيجه النجاح ده كله ما هوش نجاح، يعني كابتن هاني بيقول لعيبه كويسين ومتميزين صح، بس لابد ان يكون عندهم جهاز فني يرسم لهم الطريق اللي هم هيوصلهم لهذا النجاح اللي هيمشوا عليه، وعندهم جهاز اداري بيربط ما بين الفني والملعب واللاعبين، بين الجهاز الفني واللاعبين. وعندهم مجلس اداره يعني كمظله لكل الفرق الموجوده في النادي الاهلي، كل الالعاب، كل البطولات بما فيهم كره القدم، دي كلها مصهورة مع بعض، دي كلها آلة بتتحرك مع بعض، لكن مفيش وحدات لوحدها، مفيش كل زهرة لوحدها في كل بستان زهرة، مفيش الكلام ده. احنا عندنا واحدة واحدة هذا النادي. بالتالي اما بيجي مدرب والناس بتقول، اللي بتقول دولت مش هم قليل جدا يكونوا ابناء النادي الاهلي، او اللي بيحبوا النادي الاهلي، او اللي بيفكروا في النادي الاهلي، او اللي يعرفوا النادي الاهلي، ان هم يبداوا من دلوقتي ينتقدوا جهاز فني او ينتقدوا مدرب او ينتقدوا مدرب مساعد او ينتقدوا طبيب او انا ما انتقدش. انا في الارقام لا تكذب، اي رقم ما بيكذبش، كنا بنقوله النهارده ما فيش رقم بيكذب، لكن الكلام اللي في المطلق سهل جدا. يعني لما نقول احنا دلوقتي الجو النهارده درجه الحراره كام، الجو ايه، ممكن انت تقولي الجو النهارده كان حر، ممكن يعني يقول لا الجو النهارده كان برد، بس درجه الحراره هي الفيصل، لكن لما حد يقول درجه الحراره كذا، اذا درجه الحراره بتعمل ايه بالرقم صح. فاحنا عندنا ارقام، الارقام دي ما بتكذبش، الارقام هي اللي بتتكلم، وما حدش يقدر يناقش الرقم، ما تقدريش، لكن انت تناقشي الكلام المطلق. فاذا كان الناس اللي بتتكلم دي تكلمنا بالرقم، يعني تقول لنا والله الفرقة دي أصلها كذا، وضعها كذا، أي نعم في بعض الفترات بيحصل هبوط وده طبيعي وقلناه قبل كده، ومش متعودين عليه ليه؟ لأن إحنا البطولات، الفرق العالمية، أي فرقة عالمية أول ما بتصعد وبتوصل للطب قمة الهرم، مفيش الهرم عمره ما له قمتين، في هرم له قمتين؟ قمة هو واحدة. قمة واحدة، فأنت بتوصلي له مرة واحدة،
بس ما تقدريش تحافظ على قمه الهرم دي سنين او شهور. ما تقدريش، لازم تنزلي وتطلعي تاني للهرم، للقمه التانيه، للبطوله التانيه. عايزين زمايلنا يعرضوا الجداول دلوقتي اللي احنا كنا واخدينها اول الحلقه عشان نشوف الارقام بقى، بما انه الارقام لا تكذب. كابتن تأييدا طبعا لكلام الكابتن فتحي مصير، ان اولا النادي الاهلي على مر السنين ما بيتعاملش بالقطعه دي نمره واحد، واتخاذ القرار خاصه قرار تغيير مدرب او مدير فني في فريق النادي الاهلي ده بيتاخد عن يعني بعد مشوار طويل وبعد تقييم على مستوى الارقام. هنعرض الارقام بتاعت موسيماني برضو علشان الناس تعرف او الناس اللي بتتكلم. انا ما اعتقدش دلوقتي حد من جماهير النادي الاهلي بينتقد، اي حد بينتقد موسيماني اعتقد بره النادي الاهلي. اكيد مباراه بيتا كلوب اعتقد ادت ثقه كبيره جدا جدا، ورجعت الثقه زي ما بنقول في الاداره الفنيه، احنا كنا واثقين فيه، لكن كمان البعض اللي كان بيتشكك شويه في الاداره الفنيه اعتقد مباراه فيتا كلوب اكدت بشكل كبير جدا ان احنا عندنا مدرب قدير. في طبعا ارقام موسيماني عندنا طبعا احنا بنتكلم النهارده ان موسيماني لعب مع الاهلي من وقت قيادته للفريق 30 ماتش، في منهم 15 في الدوري، 4 في دوري الموسم اللي فات، 11 في الموسم ده، وفي 3 مباريات في كاس مصر، 9 مباريات في دوري ابطال افريقيا، و3 في الموسم اللي فات، 6 في البطوله دي الحاليه، و3 مباريات في كاس العالم للانديه، فاز في 23 مباراه كابتن نمار، وتعادل في 5، خسر مبارتين بس، واحرز مع موسيماني من وقت توليه من شهر 9 تقريبا اللي فات بنتكلم لحد النهارده 56 هدف، ودخل في مرمى فقط 15 هدف، وخرج طبعا بشباكه النظيفه في 18 مباراه. ارقام عايزك تحلل لي الارقام دي، يعني ارقام عالميه بالنسبه للمدرب بقاله 15 يعني. صحيح. يعني ارقام ما شاء الله، يعني احنا قلنا ان مستر موسيماني ده داخل في منظومه مانويل جوزيه كده، هيحقق ارقام وهيحقق نتائج يعني يمكن كمان ممكن يعدي مستر الارقام دي كمان مش ذاكره للبطولات. يعني مهم جدا ان انت خلال الارقام دي مش ارقام بس دي ارقام يعني مترجمه كمان، ممكن الارقام دي من غير ما تاخد بطولات، لكن على مستوى لو اتكلمنا على بطوله الدوري كان يعني فايلر كان قاطع فيها شوط كبير بالظبط، لكن انت دخلت على نصف نهائي على مباراه الوداد على بطوله كبيره جدا، البطوله التاسعه وفاز بيها، دخلت بعديها على كاس مصر مع طلائع الجيش وصلت بيها، بعد كده رحت كاس العالم للانديه وفزت بالبرونزيه. يعني بنتكلم على ارقام بجانب ان الارقام دي اترجمت ببطولات، وده الاهم. يعني ممكن اعمل ارقام كبيره وما اخدش بطوله صح، و15 يا كابتن هاني وما عملش فتره اعداد برافو عليك يعني يعني كمان ظروف صعبه جدا بالنسبه له، وكل 3 ايام مباراه، ضغط مباريات مضغوطه، كم المباريات المضغوطه، كم الوقت، الاصابات اللي عنده، نتيجه المباريات المضغوطه، كل ده مش عارف يلم فرقه. هو عنده 30 لاعب او 35 لاعب او 32 لاعب زي الناس ما بتقول، كويس، بس فين السليم؟ صحيح. الرقم اللي شفته ووقفت عنده انهي رقم؟ هو الفوز يا هادي 23، الفوز ولا الهزيمه؟ 23 الفوز والهزيمه يعني الهزيمه 2 يعني ده بيأكد لك ان هو في المكسب، عنده اقوى خط هجوم موجود في افريقيا. صحيح. وعنده اقوى خط دفاع موجود في افريقيا، وعنده احسن حارس موجود في القاره. فيعني الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا مكاسب كثيره جدا غير النتائج اللي قدامنا. انت النهارده طبعاً يا هاني عندك يعني مباراه فيتا كلوب اللي احنا كسبنا فيها 3-0 اكد كمان احنا كان في مشكله في الخط الامامي، ان احنا كنا بنتكلم على ثبات الخط ده، عايزين يحصل فيه تثبيت لبعض اللعيبه عشان نبدا يبقى اكتملنا، يبقى حارس المرمى فيها تثبيت، خط الظهر فيه تثبيت، وسط الملعب المدافع في تثبيت، خط الامامي بعد المباراه دي بقى في تثبيت. فانت النهارده بقى عندك فرقه يعني كامله وثابته، والثبات ده احنا شفنا بيجيب النتائج الايجابيه بهذا الشكل، وبيجيب الاداء اللي جمهور النادي الاهلي بيحبه، الاداء المتميز لينا مع احراز الاهداف. بالظبط، فهو الراجل بيكلم خط هجوم في البطوله، يعني تاني افضل خط هجوم على مستوى الاهداف حتى في البطوله دلوقتي في دوري المجموعات. بالزبط. يعني حتى لو بنتكلم على ثبات مفيش ثبات بشكل كامل، لكن المعدل للاهداف ما شاء الله معدل عالي، بنتكلم على تاني افضل معدل اهداف في مستوى البطوله اعتقد بعد سان داونز، انت حراست تقريبا 10 مباراتين 3-3 يعني بالظبط، مباراه 3 مباراه المريخ 3 والمباراه دي 3 وبعدين فيتا 2 فيتا 2
فعندنا حتى الحاله الهجوميه ما شاء الله كويسه، يعني بالرغم ان احنا بنقول مين يتثبت مين يروح ويجي، لكن زي ما بنقول الارقام ليها دلائل، وكمان الهزيمه انت بتتكلم 30 مباراه اتغلبت ماتشين منهم ماتش ضد البايرن ميونخ، فاعتقد نتائج ايجابيه بتحسب كمان لشخصيه الراجل هاني شخصيته يعني طبعا في جرأه وشجاعه منه. خسرت كام؟ 1-0 المباراه الثانيه اللي في افريقيا خسرنا 1-0 من ضربه حظ يعني هو لو خد الكره دي يشوطها مثلا 100 مره. خط الهجوم كابتن فتحي شايفه دلوقتي متكامل زي ما كابتن ماهر بيتكلم، يعني النهارده الانسجام اللي شفناه امبارح في مباراه فيتا كلاب والاهلي ما بين محمد شريف مروان وربطه بين الخطوط ما بينهم كمان طاهر واجاييه، شفت التوليفه ديت ازاي وجهه نظرك؟ بداوا اللعيبه اللي هم جاهزين بداوا بيلعبوا مع بعض، فاحنا حسينا بالاندماج دلوقتي فانصهروا مع بعض. مقتنع بثبات الخط الهجوم ده؟ مقتنع بيه كابتن فتحي؟ النتيجه هي اللي تخليك تقتنع ام لا، يعني النتيجه اللي حاصله هي اللي تقول لنا، فبترد واحنا بنلعب عشان نجيب اجوال. نعم. فالاجوال جت، فما اقدرش ان انا اقول ولا غيري يقول ان هذا الاسلوب او الطريقه دي ما تنفعش، لكن برضو اقول لكل مباراه لها طريقه لعب، كل مباراه لها اسلوب لعب، وكل اداء له خطه، وكل خطه وطريقه لها مجموعه لعيبه تنفذها. كل دي العمليه ما بقاش زي زمان الناس فاكره انها بتنزل بال11 و11 هم يلعبوا جميع الماتشات. مش هيلعب كل 3 ايام، مش هيلعب هو سليم طبعا، مش هيلعب هو في كورونا، مش هيلعب في حاجات كتير عوائق قدامك بتخليكي ما تقدريش، يعني اي مدرب بتمنى الفرقه تبقى سليمه. بس عمليه الروتيشن يا كابتن، حضرتك بتتكلم في بطولات كتيره ومسابقات كتيره وكل 3 ايام ماتش، كابتن ماهر كمان يكلمنا على النقطه ديت، ان عمليه الروتيشن سلاح ذو حدين، وفي في بوزيشن كده ممكن تقول ممكن اثبت فيه شويه، حراس المرمى ما تقدرش تلعب فيها بشكل اساسي. لا. يعني انت بتتكلم كل الناس بتتكلم مثلا على تثبيت راس الحربة، بس تثبيت راس الحربة برضو حسابات المدير الفني، طب انا عندي كل 3 ايام ماتش، طب هثبت واحد اديله مثلا ماتشين ثلاثه، ولا هيبقى جزء من الماتش ونازل الثاني، حسابات مختلفه. لكن تعتقد بعد ان شاء الله التوقف هو في 5 ايام راحه، وبعدين في توقف بالنسبه علشان الاجنده الدوليه، عملية تثبيت راس الحربة ديت مطالب بها بشكل كامل موسيماني انه يثبت مثلا محمد شريف ويبقى بواليا بينزل على فترات، ولا انت شايف ان الروتيشن وارد خاصة في الرباعي الامامي؟ يعني هو بص يا هاني، زي ما قلت ان بداية التثبيت واضح قوي، انت من خط حراسة المرمى الرباعي اللي في خط الظهر ثلاثة نص الملعب اللي موجودين ده بحبقى الثبات بالنسبه لهم بشكل واضح. يعني التغيير كله كان في الحته الاقدمانيه دي، صحيح، ومع راس الحرب، يعني الثلاثه اللي تحت راس الحرب مع راس الحرب. هو الراجل كان بيجرب، يعني برضك التدوير ده كان ليه دور برضك مهم جدا، كان عنده اجهاد وعنده اصاباته، فالنهارده بيشوف مروان اخباره ايه، بيشوف شريف اخباره، بوالي اخباره ايه. لكن اللي بيتفوق بقى، انا في رايي اللي بيتفوق وبيمسك في الفرصه خلاص هو ده يثبت، يعني واخد بالك، العب بيه بقى اللي بكسب بيه العب بيه، وبعدين لما الامور يعني ربنا يكرمني بالظبط، يعني ربنا يكرمني بقى كسبان اخر ربع ساعه اقدر ادي مثلا لعيب وهكذا. فدي بترجع لسياسه المدرب واستراتيجيته في الشغل يعني. لكن اللي احنا شفناه وتعودنا عليه اللي انا بقول لك مهم جدا، حته الثبات، الثبات بيدي نوع من التفاهم طبعا بالذات الاربعه اللي قدام. قعدنا نتكلم على قلبي الدفاع، محتاجين ان اتنين يبقوا ثابتين، لما لعب ايمن اشرف وبدر فبدات الخطوره الحته اللي ورا مطمن عليها بشكل كبير بوجودهم. بمناسبه لما حصل اصابه لمعلول اضطرينا نودي ايمن اشرف على الطرف، ونزل ياسر اللي انا بحييه المباراه اللي فاتت، يعتبر من نجوم المباراه في مباراه فيتا كلاب المباراه الثانيه. هو عاده تكمله الكلام كابتن ماهر، يا كابتن اتفضل، ثبات التشكيل العلم بيقول كده والدراسات بتقول كده وكل العالم بيقول كده، وفي بطولات كاس العالم بنلاحظها مع الفرق اللي بتكسب بطوله، الفرق عشان يعني هنقرب ونرجع لفرقتنا، اي فرقه بتكسب بطوله كاس عالم لو احنا جبناهم كده من 90 لغايه 2018 كل فرقه كسبت كاس العالم لو بجيب فرقهم بجيب اللعيبه بتاعتهم كلهم بلاقي في 8 في الفرقه ما اتغيروش، لعبوا 7 ماتشات بتوع كاس العالم.
بس بتبقى القائمه محدده كابتن وبطوله مجمعه غير دوري وغير بطوله طويله يعني. انا هوصل لحد اتفضل يعني خلينا نوصل بيه. اذا 8 وبيغير في 3 والثمانية في منهم ناس اللي ما بيتغيروش بقى الثلاثة. انت بتقول لي انهي 8 في الملعب؟ في حارس المرمى ما بيتغيرش، في السيرد باك اللي هو قدامه ما بيتغيرش، في متوسط الدافع الديفندر ده واحد ما بيتغيرش، في بلاي ميكر ما بيتغيرش، في راس الحربة ما بيتغيرش. خمسة لا يمكن يتغيروا. العمود الفقري للفرقة. العمود الفقري كويس. اما نيجي نطبقه في الدوري المصري ما ينفعش. ما احنا عارفين العلم صح وعارفين الصح ده كده. ما تقدريش تطبقوه هنا. ليه؟ عندك كورونا. عندك زي ما كابتن ماهر بيقول لك ايه؟ ايمن اشرف بقى جوه، بعدين علي معلول اتعور فطلع بره. اصابات. الاصابه اذا في خلل اهو مش هيقدر. عندك اصابه، عندك كورونا، عندك ضغط مباريات. اذا التلات حاجات دولت ضدك. بالإضافة إيه؟ إلى إنذارات وكروت حمراء وصفراء والألوان دي كلها بتهدلك المبنى اللي أنت عامله، فما تخليكش تثبت. فما يعني الناس اللي بتتكلم أرجو إنها تهدى. والناس دي فاهمة، اللي هم الجهاز الفني فاهم والجهاز الإداري عارف، مجلس إدارة فاهم الكلام اللي أنا بقوله ده. صحيح. إن الشكل ده، وانا بقى انا جبت ليه كاس العالم عشان افهم الساده المشاهدين ان فعلا احنا مع التثبيت، بس ادونا فرصه نثبت. طب انا واحد اتعور علي معلول او ايمن اشرف هخليكم مش هثبت، مش هطلعه بره عشان يلعب مكان، لا فبضطر اغير. انا غيرت كم مركز دلوقتي؟ غيرت 2. حتى محمود وحيد لما جه وتعور ثاني مكانه. ايوه غيرت 2 ليه؟ ان انا جبت ايمن اشرف فبقى ظهير جديد، وهجيب واحد تاني بدل ايمن اشرف اللي هو يبقى انا غيرت 2 في خط الظهر. هتقول لي فين الثبات؟ مش بمزاجي. اطلع لنص الملعب نفس القصه، اطلع لراس الحرب نفس القصه. عشان كده احنا ما صدقنا ان مثلا شريف ان هو قلنا بقى كويس لما وقع وتعور خوفنا. ليه؟ لان احنا عايزين نثبت. مش بايدينا، راح طلع ما كملش الماتش. يعني احنا عايزين نثبته، هو لا يكتمل الماتش. على كل كابتن فتحي، هو مستر موسيماني أدار ماتش فيتا كلاب امبارح ببراعة وحقق غرضه من هذا من هذه المباراة يعني. خلونا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نناقش حضراتكم بخصوص القرارات. النهارده طبعا كان في اجتماع مهم جدا لاتحاد الكرة او اللجنة الثلاثية اللي بتدير كرة مصر، النهارده أخذت بعض القرارات. نحب طبعا نتعرف على رأي كابتن فتحي نصير وكابتن ماهر همام في هذه المقترحات في البيت الكبير بعد الفاصل. بجدد الترحيب بحضراتكم وطبعا بضيوفنا الكبار الكابتن فتحي نصير والكابتن ماهر همام. قبل ما نخش في قرارات اللجنه الثلاثيه النهارده، تعليقا على التقرير ثلاث نقاط سريعه جدا بنتكلم فيها. نمره واحد، قفشه بيعمل مش ريكورد لكن رقم كويس قوي، احرز 5 اهداف على مستوى البطولات الافريقيه، بيعادل فيها نجوم كبار جدا. وكمان النهارده قفشه في التشكيله المثاليه للجوله الرابعه في هذا الاسبوع او في الجوله الرابعه للتشامبيونز ليج الافريقي. كمان كان النسخه اللي فاتت رغم التعادل الاهلي مع فيتا كلاب 2-2، لكن كان موجود قفشه كمان في التشكيله المثاليه اللي بيطلعها الكاف، وده بيدي شكل وبيدي انطباع ان فعلا قفشه اولا ماشي بشكل اكتر من رائع رغم الانتقادات في الفتره الاخيره، وانه بقى عنصر مهم جدا يا كابتن ماهر في النادي الاهلي. واضح الفارق طبعا في نص الملعب بالنسبه لوجود قفشه مع اداء النادي الاهلي، والفارق ده واضح في كمان ان هو يعني يمكن الهدف اللي جابه في فيتا كلاب كمان ده مش مكانه، رايح ناحيه الجناح. صحيح. عمل لنفسه خلق مساحه واخد بالك واستلم وبعدين صوب، حصل توفيق طبعا ضربت في العارضه ودخلت، فده بيأكد لك ان هو اللعيب بدأ يطور نفسه بشكل كبير جدا في الجزئيه دي، ان هو كمان بيوصل للصندوق وبيحاول يدي له فرص كتير ويجيب اجوال بشكل كبير. غير صناعه اللعب يعني مبارك. حتى كمان المباراه اللي كانت موجوده في مصر عمل هاف كروس جميل لأجايل في الدوري العام، افتكر في مباراه الاسماعيلي عملها بدماغه بشكل كبير. دي التشكيله المثاليه كابتن طبعا للاسبوع الرابع او الجوله الرابعه من ذا تيم اوف ذا ويك، وتواجد طبعا قفشه بشكل كبير. حتى الجوله اللي فاتت كمان الراوند 3 كان متواجد،
فده عن طريق الكاف اللي الناس شايفه. كمان بعض الناس بتقول لا قفشه يعني مستوى متراجع، لكن الكاف والاداء في الملعب واحرازه هدف وهدف بيبقى غالي جدا، وحضراتكم عارفين ان الهدف الثاني ده في اعتباري كان قتل المباراه بشكل كبير جدا يعني. بالظبط. فعايز اقول لك هاني ان هو يعني ماشي بخطوات ايجابيه جدا، وهو بيجتهد على نفسه بشكل كبير. يعني شخصيه قفشه موجوده في الملعب خلال تحضيراته لزمايله، مساعدتهم، محاولته لاحراز الاهداف، صانع العاب، عمل لنا فرق بشكل كبير جدا في خلال الفتره اللي فاتت، كان مؤثر بشكل كبير في حته احراز الاهداف اذا كان داخل مصر او خارج مصر. عايز اقول كمان تواجده في المنتخب الفتره اللي فاتت وكان بيقدم اداء جيد، فانا شايف ان قفشه من ضمن اللعيبه اللي تستاهل فعلا الفتره ديت يكون رجل في كل المباراه بيأدي فيها بشكل جيد يعني. صحيح. طيب خلينا نروح لاجتماع النهارده اللي كان ما بين اللجنه الثلاثيه وانديه الدوري الممتاز. كان في عده قرارات الحقيقه النهارده، يمكن الانديه رفضت اللعب من دون الدوليين، النهارده كمان رفضت اللعب اثناء فتره الالعاب العاب اولمبياد طوكيو. قرات مجمل، المفروض انه اجتماع زي دوت جاء ليرضي جميع اطراف المنظومه الرياضيه. الى اي مدى عمل ده؟ لا، ما هو يرضي المنظومه مش كلها مش متضرره من مثل اللعبه الدوليين في الاولمبياد، لان لو نبص اكتر نادي متضرر هيكون النادي الاهلي. انا هتكلم عن النادي الاهلي، ما طبعا في نادي الزمالك وفي انبي وفي الاتحاد وفي انديه، بس اكبر عدد موجود هو في النادي الاهلي. اذا صعب جدا ان هؤلاء اللاعبين، يمكن اتكلمنا فيها زمان على ان مجموعه اللعيبه اللي هم موجودين في الاولمبياد انها تتصفى وما بقاش موجوده عندنا، صعبه انها بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه انك تلعب من غير اللعبه الدوليين في الاولمبياد. اللعبه الدوليين الحاليين برضو هيتضرر الاهلي والزمالك، اكثر انديه اللي هي من عندها اكثر انديه اهلي وزمالك، لان مش كل نادي لو عندك لاعب ولا اثنين ماشي، لكن عندك بخمس ست لعيبه من كل فرقه وممكن سبعه، وكاس مصر كمان طبعا. طب مش ممكن يا كابتن يبقى العدد يعني نربطها بعدد، يعني مثلا لو عندك عدد اكتر من ثلاث لعيبه متواجده مع المنتخب او المنتخب الاولمبي ممكن يكون في تاجيل لمبارياتك، لكن لو عندك اقل تلعب، لان انا شايف هو طبعا مهم، مش هنمنع طبعا المنتخب الاولمبي لعيبتها تلعب، لكن يعني استقرار المسابقه، وده بتكلم للي جاي للتاريخ اللي جاي، مش من الافضل حتى لو على مستوى المنتخب الاولمبي يكون في عناصر بتلعب الاولمبيات والدوري شغال، ولا حضراتكم شايفين ان الموضوع هيبقى صعب؟ هيخش فيها حاجات تانية مش عايز اذكر يعني، على سبيل المثال ايه، انديه تخلي المدرب ياخد بدل اثنين لعيبه ياخد ثلاثه عشان تنطبق عليه القاعده، عشان في حاجات هتحصل مش شرط انها تحصل مباشره، لكن لازم تفكر في كل حاجه، هو مش قرار القرار وتشوف. ممكن تنظم يا كابتن بقرار يبقى واضح خلاص من السنين اللي جايه ان شاء الله الاولمبيات اللي جايه، لا الدوري مستمر، حتى لو عندك اربع خمس ست لعيبه في المنتخب الاولمبي لا يروحوا يلعبوا والدوري يستمر، استقرار المسابقه نفسها في مصر، استقرار المسابقه. وانا برضو انا بصرف على بطوله وبصرف على فرقتي، وجماهير طالبه مني نتائج، واللعيبه دي تمثل ليا جزء كبير من النتائج دي، حتى لو بدلاء مش الشرط بيلعبوا اساسيين أربعة خمسة، لا احنا انت بتيجي في كل مباراة. احنا خلينا نتكلم يعني، مش عايز اتكلم في على الاندية كلها، بنتكلم في النادي الاهلي في حدودنا. احنا بنقول النادي الاهلي دلوقتي ممكن وانت بتحط الفرقة بتلاقي سبعة ثمانية بره لاسباب، كل في اسباب مختلفة مش موجودين معاك، يعني بتجيب ال 18 بالعافية وثمانية اهو دخلت لك في 26 28 لعيب، منهم اولمبياد كتير، منهم لعيبه هيلعبوا في الاولمبياد. هي الدوري هيفضل متلخبط كده وهيفضل مضغوط كده وهيفضل في هذا الوضع كده الى ان ان هم لازم يحصل في سنه لازم يكون لها حل، لان كل مجلس اداره هيبصيها للي جنبه، ده بيرحل للي بعده هيرحل للي بعده، يعني هم عشان يحلوها بالطريقه الامثل قال لك هننتهي في اكتوبر في 30 سبتمبر ويبداوا بعد كده الدوري الجديد. طب لما يبدا الدوري الكبير مش الدوري الثاني، مفيش راحه
يبقى مفيش فتره تلاحم مباريات وعدة برضه مفيش فتره اعداد برضه اصابات برضه كده يا جماعه لا الفراغات زي السنه اللي فاتت يا كابتن فتحي نعم زي السنه اللي فاتت زي السنه اللي فاتت وبالتالي احد اسباب انخفاض مستوى لاعبين او فرق عدم وجود فراغات للمدربين انهم يشتغلوا يعني انا مدرب عارف ان ده غلط بس عاوز اصلحه طب اديني الوقت ان انا اصلحه طب يا كابتن ماهر كمان على مستوى اللعيبه كمان علشان تدي بشكل كبير لازم يكون في فترات راحه ودايما المدربين يقول لك حتى فترات راحه ابعد خالص عن الكوره يعني قضي بقى مع عيلتك وقت كويس ابعد خالص عن الكوره عشان لما ترجع يبقى عندك تاني عندك طاقه دوافع تانية دوافع جديده ف رايك ايه يا كابتن في موضوع اولا في قرارات النهارده بالنسبه للاتحاد او اللجنه الثلاثيه انا يعني. شايف القرارات تتاجل بقى للسنه الجايه يا هاني ونشوف كده الدوري للمحترفين في السعوديه واخد بالك بيلعبوا بدون الدوليين وبيلعبوا بدون اللعيبه المنتخب الاولمبي وعايز اقول لك ان بتبقى فرصه ان فرقه تانية بتاخد البطوله بتاخد الدوري والاتفاق ياخد الكاس واخد بالك يعني تتوزع البطولات يعني على الانديه بالظبط يعني بتبقى فرصه للانديه ان هي تقدر تاخد دوري تقدر تاخد بطوله الكاس تقدر تاخد بطوله السوبر وبعدين في نفس الوقت كمان تشغل دكه الاحتياطي دي يبقى انت عندك فرصه ان اللي قاعدين على الدكه دول يلعبوا واخد بالك فاحنا لو اتحددت السنه الجايه يعني تنظيم بشكل كبير وبعدين من موسم لموسم انت في اصابات فعلا صعب جدا انت حتى لو مكنه شغاله بقى لها يوم ساعه راحه ولا واخد بالك فاحنا النهارده داخلين في الموسم الثالث على التوالي هنخسر اللعبه دي وانا عايز كنت بكلمك كابتن هاني دلوقتي ان احنا كمان حتى منتخب مصر مش شايفين ان في هيكل ولا شكل ولا كيان لمنتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت دي يعني احنا نتائجنا كان صعوبات يا كابتن برضه كان احنا تقريبا قعدنا اكتر تقريبا من 8 شهور او 9 شهور ما فيش منتخب بسبب طبعا كورونا لكن اعتقادي الشخصي ان شاء الله يعني المشوار اللي جاي عندنا لعيبه كويسه عندنا المحترفين بشكل كويس كمان الدوري افرز لعيبه في اعتقادي انها لعيبه لا باس بها على المستوى الدولي برضه مجهدين هاني يعني واحتمال اللعيبه الاجانب المحترفين ما يجوش ما تعرفش الظروف بالنسبه لهم ايه لكن اللعيبه اللي موجودين بقالهم سنتين في شيء من الاجهاد واقع عليه فالنهارده لما يروح المنتخب هو كمان عايز مجهود تاني واخد بالك باور تاني عشان يقدر يحقق الهدف بالنسبه مع المنتخب المنتخب يعني محتاجين نروح كاس ان شاء الله نروح كاس افريقيا وعندنا تصفيات كاس العالم بكره ان شاء الله كابتن حسام البدري هيعلن القايمه حتى قايمه المحليين المحليين احنا خلاص السته الدوليين او السته المحترفين خلاص عارفينهم فانت عندك مزيج عندك لعيبه دلوقتي محترفه ماشيه بشكل اكتر من رائع عندك كمان لعيبه على مستوى الدوري المحلي اعتقد برضو ماشيين بشكل كويس ومعظم لعيبه المنتخب تبقى اهلي وزمالك يعني معظم لعيبه المنتخب تبقى من نادي الاهلي والزمالك الزمالك فنيا لا باس به رغم طبعا الهزيمه امبارح لكن لا باس به على المستوى الفني الاهلي طبعا ببطولاته ولعيبته فاعتقد المزيج ده هيفيد او المزيج ده هيفيد الكابتن حسام البدري في الماتشين اللي جايين بشكل كبير يعني نتمنى يعني ان شاء الله المزيج ده يبقى عايز اضيف نقطه لكم برضه يا كابتن ماهر اللعيبه او ان احنا ناخد مثل نقول المملكه العربيه السعوديه الدوري بتاعهم هناك شكله ايه وكده وبيلعبوا اللعيبه بالدوري شغال والبطولات شغاله وكده لان عندهم هناك 7 اجانب انت بتلعب 7 من 11 7 لعيبه اجانب يعني بيلعب باربعه لعيبه بس يعني 4 من المملكه بيلعبوا زائد 7 اجانب ادي ال 11 طب 4 سهل لكن انت هنا ما فيش يعني العدد يعني ما نقارنش دي بدي لكن هي عايزه تنظيم وعايزه جراه يعني تنظيم وجراه وعايزه حسابات صح بحيث ما نضغطش برضو على الانديه بتصرف الانديه تدفع فلوس الانديه جماهيرها بتطالبها ببطولات مش بتطالبها انها بتطالبها بالنتائج وبتطالبها ببطولات فبرضو لازم يكون في ميزان من ذهب في ان احنا نقول هنلعب بدون الدوليين او هنلعب بدون لعبة المنتخب الاولمبي او هنلعب كاس مصر في المرحله الاولى من غير الدوليين ماشي ممكن هتلاقي لعيبه لكن بعد كده في البطوله بتتحسب لك بدايه يعني من دور الثمانيه والنصف النهائي والنهائي تلعب الدوليين يعني عايزه تنظيم معين عايزه فكر معين توزيع معين ميزان من ذهب انك تظبط الحاجات دي كلها وتربطها وتراعي ان الانديه دي انديه يعني مطلوب منها زي ما مجلس اداره الاتحاد مطلوب تطوير كره القدم في مصر مطلوب من الانديه انها تقدم لجماهيرها اداء وبطولات من خلال اللعيب ازاي يكون لعيبه بدفع له فلوس
وما استفدش منك. النهارده كابتن هاني بالنسبه للاجتماع ده معمول لرؤساء الانديه، معظم رؤساء الانديه ما حضروش. لا مندوب يعني هو في مندوبين راح ممثل الانديه مش الرؤساء لازم كمان يروح. لا هو كان النهارده عشان هو مش لازم يا كابتن، اذا كان عنده طلبات هو كمان يقدر. لا انا هو كل طبعا النادي بيبعت مندوبه طبعا بالتواصل مع رئيس النادي، انت رايح برساله كذا 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 يعني ده كان ده النهارده كمان موجود. القرارات دي هتنفع الانديه؟ هل القرارات دي سليمه؟ هل يقدروا ينفذوها؟ احنا كنا بنتكلم انا وكابتن فتحي دلوقتي ان يعني هتبقى صعب انك انت هتحرم الانديه دي من اللعيبه الدوليين. يعني هو في قرارات كده برضه بقيه القرارات هنناقشه مع حضراتكم، لكن نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل حوارنا الرائع مع الكابتن فتحي نصير والكابتن مارهم. البيت الكبير لسه مستمر، خلصنا نتكلم عن الاهلي في مشواره افريقيا، قرارات اتحاد الكوره النهارده، مش عايزين نغفل الدوري كمان يا كابتن فتحي. في النهارده فريقنا لعب 11 مباراه في الدوري ولا 2 مؤجلات، وعايزه اتكلم كمان في ده عن الراحه السلبيه اللي منحها النهارده موسيماني للعيبه لمده 5 ايام، بما اننا بنتكلم عن ضغط وتلاحم المباريات. فكر حضاري، فكر علمي، فكر كره القدم المودرن فوتبول، كره القدم الحديثه، ان هو مش لاقي الدوري او مش لاقي النظام اللي بينظمه مثلا الاتحاد يدي هذه الراحات للعيبه عشان يرجع ياخد منهم. فهو خد هذا القرار وكان قرار صح ان يديهم الخمس ايام انهم بعيد عن الكوره. الخمس ايام دولت مش هيفقدوا اللياقه ولا هيفقدوا مهاره ولا هيفقدوا، بل بالعكس هيشحنوا البطاريه. هيشحنوها ايه؟ يعني دولت هيتشحنوا نفسيا مهمه جدا وبدنيا كمان، والعضله بقى هترجع الاسترخاء الطبيعي. احنا بنعمل لهم استرخاء او حاجه بعد المباريات وبعد كده صناعيه تلج وبتاع وكده، دي بقى طبيعيه. انت لا عايزه تلج ولا عايزه اي حاجه، انت 5 ايام بعيده عن الشحن. الجهاز العصبي بيستريح وبالتالي الجهاز العضلي هيستريح وبالتالي الناس قاعده. فواحد يقول لك 5 ايام كتير، لا مش كتير. تقول لي ما يفقدش، لا يفقد اللعيبة عندها مخزون من اللياقة. تقول لي ما بيقدروش يجروا، لأنهم مجهدين. يعني المخزون اللي عندهم موجود، المخزون اللي عندهم موجود بس مش قادرين يطلعوه لأن هم الجهاز العصبي تعبان. فالجهاز العصبي ده لما هيستريح هتقدر الإشارات تروح صح، هتقدر اللعيبة دي تديك، هتبقى هيرتفع مستوى النادي الأهلي بعد الخمس أيام دول، وهنشوفهم في مباراة الدوري إن شاء الله. مباراة الدوري يا كابتن ماهر، وأكيد حضرتك متابع مباريات الدوري، وإحنا هخش بسؤال على يعني الدوري فرز للكابتن حسام البدري بعض العناصر ممكن يستفيد بيها في المنتخب الفترة اللي جاية، ولا أنت شايف إن لسه ما زال الدوري لم يبرز لعيبة على المستوى الدولي؟ لا ما شاء الله هاني، بصراحة الدوري بقاله دي السنة الثانية على التوالي يعني بيفرز لعيبة بشكل كبير جدا، والمنافسة قوية واضحة قوي السنة دي مع كل الفرق. يعني احنا شايفين حتى فرق ليها باع كبير جدا وقيمة زي نادي الإسماعيلي موجود في آخر الجدول، صحيح. وفي وافد جديد زي السيراميكا واخد بالك، والبنك الأهلي وأسوان وغزل المحلة، غزل المحلة كمان المحلة. بصراحة بنحييهم يعني خالد عيد بصراحة بنحييه على الأداء اللي بيأدوه بشكل كبير. لعيبة محدش يعرفها من القسم الثاني لكن عاملين شغل جدا مع خالد من المدربين اللي عندهم خبرة، اكتسب خبرة كبيرة جدا في الممتاز بيه وفي الدوري الممتاز. فعايز أقول لك إن لا، الدوري السنة دي أفرز لعيبة بصراحة على أعلى مستوى في كل الخطوط، من حراسة المرمى لخط الظهر لنص الملعب للمهاجمين. فانا شايف ان مين يا كابتن ابرز اللعيبه من وجهه نظرك؟ يعني انه يعني افضل لعيبه يعني في مستوى يعني الدوري لغايه دلوقتي شايف مين؟ يعني طبعا بصراحه في النادي الاهلي انا شايف طبعا الشناوي طبعا رقم واحد، محمد هاني، قفشه، حمدي فتحي، السوليه، في محمد شريف، في طاهر، الزمالك أشرف طبعا، محمد اشرف، ايمن اشرف اسف. الزمالك برضك فيه لعيبه مميزه، يعني الونش انا شايف برضك السنه دي بيأدي اداء جيد، طارق حامد طبعا، برضك من لعيبه امامه، كمان زيزو من اللعيبه المميزه. فانا شايف حسام حسن في سموحه كمان مميز، حسام حسن في سموحه برضك من اللعيبه المميزه. فانا شايف ان احمد ياسر ريان
في سيراميكا، احمد ياسر في سيراميكا، سيراميكا لان احمد ياسر برضك منتخب اولمبي بس يعني اول ما راح سيراميكا ظهر ما شاء الله ممكن الكابتن يستعد 7 أهداف أو 6 أهداف لغايه دلوقتي، حاجه يعني حاجه جميله اللعيبه المتميزين. يعني انا شايف الحمد لله يعني السنه دي في نخبه من اللعيبه في معظم الاماكن ومعظم الانديه هتخلي الكابتن حسام يعني يختار بشكل احترافي. وكابتن حسام من الشخصيات المحترمه اللي عندها شفافيه وعداله في التوزيع ومتابع بشكل جيد جميع مباريات الدوري، بيقيم الناس كلها هو وجهازه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للمنتخب في المباراتين اللي جايه. يعني السلبيات اللي رصدتها في الموسم ده يا كابتن فتحي في الدوري؟ ضغط المباريات فقط؟ لا، ما الضغط بيؤدي الى كثره الاصابات، يؤدي الى ان المدربين ما بتشتغلش. تقولي الله المدربين ما بيشتغلش؟ ما بيشتغلش. ما المدرب مش شغلته انه يعمل ريكفر او يعمل استرخاء للعيبه ويجهزهم للماتش اللي جاي. المدرب يصلح اخطاء المباراه السابقه، المدرب يحضر اللعيبه، يزود امكانياته. المدرب ده بيتغير على طول. ده في المدربين. المدربين لسه ما هي دي نقطه. وبعدين دول المدربين الثابتين، اما المدربين المتغيرين اللي بتغير كل شويه برضو سرعه تغيير المدربين دي ظاهره، لان انت كمجلس اداره انت اللي جبت هذا المدرب. ادرس كويس قوي هذا المدرب وشوفه، اعرف الاخطاء فين. مش ممكن تكون من المدرب، يبقى لو من المدرب يبقى من اخطائك انت، مفيش داعي ان انا اغير وسيط. لازم مش بالقطعة زي ما بنقول يا كابتن، لازم نديله فرصه. لان اللي اختاره انت، طالما انت اخترته تتحمله وتختار بعنايه. طيب وحاجه تانية بتختاريه تمشي ده وتجيب مدرب تاني. مين اللي جاب المدرب التاني ده؟ انت، وترجع تاني تغيره. الله. الفكره يا كابتن ده بيأثر بالسلب. يعني عندنا مثالين كده، عندنا مثال طبعا نادي الاسماعيلي، تغيير المدربين من اول السنه كان تغيير كتير جدا، في بعض المدربين راحوا لمده 24 ساعه، تغيير على مستوى الاداره الفنيه كان كتير جدا مؤثر دلوقتي. على الجانب الاخر رغم النتائج مش على مستوى الموسم اللي فات، بتكلم على نادي المقاولين، كان في استمرار للكابتن عماد النحاس والاداره كانت شايفه ان دي كبوه وهتعدي. فالفرق ما بين الناديين، هل يستطيع دلوقتي نادي الاسماعيلي يخرج من هذه الكبوه؟ وحضرتك تشرح لي ازاي انت والكابتن ماهر همام ايه السبل خروج الاسماعيلي من الازمه اللي فيه؟ الانتاج الحربي كمان يا كابتن، والانتاج الحربي كمان يعني كان السنه فاتت فين ودلوقتي فين بالظبط. فخلينا نتكلم ازاي النادي الاسماعيلي، كلنا بنحب النادي الاسماعيلي بصراحه، ازاي ممكن يخرج من الازمه ديت او من الكبوه اللي هل تغيير على المستوى الاداري، هل تغيير على مستوى اللاعبين، هل تغيير على مستوى الاداره الفنيه؟ نبدا بالكابتن ماهر، اتفضل. بص يا كابتن هاني، بالنسبه للاداره الفنيه حصل تغييرات كثيره جدا في المدربين، وكل مدرب بيبقى ليه طريقه وليه خطه وليه شكل. بتاثر بردك على فكر اللاعبين. ثبات المدربين بيفرق مع اللعيبه بشكل كبير جدا. الجانب الاداري واضح من بدايه الموسم في حته بيع اللعيبه وعدم شراء لعيبه بقيمه اللعيبه اللي بتتباع، اثرت بردك على شكل واداء نادي الاسماعيلي. برضك حته النتائج ما ساعدتش الاسماعيلي، يعني يعني الاسماعيلي بيلعب وبيأدي في المباراه الاخيره بشكل كبير جدا لكن ما بيكسبش. ودي مأثره على الفريق، 3 بونت بيفرقوا معاه، بيدوله ثقه وبينقلوه نقله طبعًا كبيره جدا عن المكان اللي هو موجود عليها في الدوري. جمهور الاسماعيلي طبعا مش متاخر، يعني بيساند بشكل كبير جدا، لكن طبعا صعبان عليه، احنا كلنا صعبانين على النادي الاسماعيلي، مش جمهور الاسماعيلي بس، جمهور الاهلي والزمالك والانديه الثانيه، لان الاسماعيلي له مكانه بشكل كبير جدا عند الجماهير المصريه طبعا زي ما بنقول بالظبط. واول نادي افريقي كسب بطوله افريقيه انجلبير بالعظماء طبعا الكابتن علي بجريشه وسيد عبد الرازق واسامه خليل. لكن النهارده الاداره بدات تستوعب الاخطاء اللي هي وقعت فيها، وبدات تجيب لجنه مكونه لجنه الكوره كافه الصلاحيات للكابتن علي ابو جريشه وعماد سليمان. وانا شايف ان الكابتن علي ابو جريشه وعماد سليمان قادرين ان هم يقدروا ينقلوا النادي الاسماعيلي الفتره الجايه للمكان اللي هو يناسب النادي الاسماعيلي. اتفضل كابتن. ده كابتن ماهر، انت قلت بالنسبه لمشاكل النادي الاسماعيلي، طب ما هي روشته الحل. الحل تنقذهم طبعا اكيد كابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان لو يفكروا في الفكره دي. الفرقه دي ما انت ما عندكش تقدر تضيف لعيبه، مفيش خلاص ترانسفير ومش هتغير لعيبه،
واهدى على المدرب اللي عندك. ما بقولش ده لسه، كان قريت كده على السوشيال ميديا في كلام انه يمشي، كلام انه ممكن يستغنوا عنه. يستغنوا، هيجيبوا مين؟ المهم يغير مدرب ما يغيرش مدرب، الحل الوحيد لم لعيبتك دي كلها ده وعيش، بس عايزه فلوس، عيش في معسكر، معسكر دائم لمده 3 شهور شهرين، تدي اجازات بس كده بسيطه، ولم اللعيبه الاعداد البدني والنفسي والتغذيه والعلاج وكده، لم اللعيبه دي زي الجيش، لم اللعيبه زي زمان كنا. بس ده صعب يا كابتن دلوقتي، انت برضه تتكلم عن يعني ضغط وتلاحم مباريات، ازاي ادي فرصه ادي فرصه ميزانيات كمان، ما هي عايزه فلوس، لكن الفرقه دي مش هتتحل طول ما لعيب بيتمرن يخسر ويروح او يتعادل ويروح، الجزء ده لازم يقعد ويجهز نفسي صح، او تطبيق اليوم الكامل، وارد جدا انك يعني تعمل اليوم الكامل على فترات. هو طبعا اللعيب برضه يعني لو عنده اسره بيروح مثلا لازم يقضي يوم مع اسره او حاجه، ممكن اخليه يوم في الاسبوع يوم في الاسبوع للاسره ويرجع، لكن الافضل ليه؟ لان معظم اللعيبه يا كابتن هاني مش من الاسماعيليه، طب انت بيجي لك من بره واليوم الكامل، هضطر اللعيب ده هيسافر بالليل ففي خطوره عليه، ويجي لك الصبح بدري في طريق، يبقى انا يعني بعالج وضرر، بفكر يعني. حضرتك شايف ان مجموعه اللعيبه ديت قادره بالمستوى اللي ادوه امام نادي الاهلي ونادي الزمالك كمان الزمالك. يعني قادرين ان هم بيخرجوا من الاسماعيلي من الناحيه الفنيه، ايه اللي بقى اللي يتعمل مع اللعيبه دي عشان نطلع هذه الطاقات يعني؟ يقفلوا عليهم زي ما قلنا، يقفلوا عليهم، يحسسوهم انه في حاجه، مش حاسسين غير دلوقتي اللعيبه، ليه؟ لان اللعيب بعد المباراه لو القاهره وهو من القاهره بيروح بيته ويجي تاني يوم خلاص اتفكت، مش هيشعر، مش هيشعر باللي هو فيه دلوقتي، مشاعر انه في المركز اللي قبل الاخير، وشاعر ان عنده كارثه، وشاعر انه اول مره الاسماعيلي يبقى كده في الترتيب. لابد ازاي مش شاعر كابتن فتحي؟ لابد لو هو شاعر لابد ان يكون هناك تضحيه، ولابد قرارات جريئه، بس عايزه فلوس، انك تعمل معسكر في اي مكان ما بقولش، ويوم واحد بس اللعيبه دي بتروح للبيت تشوف اهلهم وكده وفي تليفون وقاعدين. كرة القدم عايزة التفرغ، اللعبة دي ما فيش فيها لعيبة متفرغة، والسفر اللي رايح جاي برضو صعب، واللعبة دي وراها أشغال تانية، كل ده يتلغي، هيبقى تركيز اللعبة دي. أنا نادي الإسماعيلي مش نادي صغير، ده نادي كبير واسم كبير، وده ده يعني دايما يقول لك برازيل برازيل مصر، برازيل الكرة اللي هي فريق الإسماعيلية، هم لو عملوا هذه الفكرة ويجربوها. طب هما لما جربوا معسكر في العين السخنه قبل ماتش الزمالك كان اداء الزمالك شكله ايه؟ كنا كويس. طب النتيجه من ايه؟ النتيجه ان اللعيبه ملمومه، اللعيبه ما كانتش بتخرج، اللعيبه ما بتسوقش عربيات، اللعيبه قاعده مستريحه، لان كل ده اجهاد على اللعيبه، سواء اللعيبه تروح القاهره واللي جاي من الشرقيه واللي جاي مش عارف منين، لو كل اللعيبه دي من الاسماعيليه خلاص اليوم الكامل، لا هم مش من الاسماعيليه كلهم. وعندهم فرصه كابتن فتحي في التوقف ده ان هم ممكن يعملوا الكلام ده، يعني المعسكر في فتره التوقف ده مهم قوي، لان في فرق يعني احنا عندنا الانتاج الحربي برضك بيمر بنفس الظروف. صحيح صحيح. فكشري لما تولى طلب من مجلس اداره الانتاج انه يعمل معسكر لمده 10 ايام الفتره اللي جايه دي عشان يقدر يلم الشمل، يعمل لائحه بالظبط، يعمل لائحه فيها مكافآت على الثلاثه بونت اللي جايين على البونت. يعني حصل على فكره، على فكره النادي الاسماعيلي كمان ارصد بعض المكافآت للمباريات اللي جايه، مش ده الحافز لكن نوع من انواع الحوافز، بجانب عمليه الكابتن فتحي اتكلم عليها ان يكون في تركيز شويه من خلال ان التواجد بفترات كبيره جدا مع بعض كلعيبه، ويعيشوا جو اسره نادي الاسماعيلي اللي لازم يحسوا ان بيلعبوا في نادي طبعًا كبير، والنادي الاسماعيلي خلي بالك كابتن كمان الدور الثاني اصعب، الدور الثاني بيبقى اصعب يعني. عزيز نتمنى طبعا التوفيق. لو عملوا هذه الفكره ودمجوا اللعيبه، لان هؤلاء اللاعبين ليسوا من ابناء الاسماعيليه كلهم، وبالتالي انت بتجيبي من هنا ومن هنا ومن هنا، وبيجي بعربيه والسواقه، وشايف المرور في مصر شكله ايه، والضغط والزحمه، ويقف ويجي ويجي لك على التمرين تعبان ومجهد، الجهاز العصبي تعب، يبقى التركيز بيقل، التركيز بتاعه هيقل، فهيقل في المباراه، خلص المباراه عايز يروح بقى يروح بيته. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاسماعيلي، لان من الانديه الغاليه علينا جدا، وان شاء الله انا متاكد ان شاء الله باذن الله يعني نادي الاسماعيلي ان شاء الله هيخرج من هذه الكبوه، وباذن الله بجماهيره اولا، بقياداته الكابتن علي بوجريشه والكابتن عماد سليمان، وكمان بلاعيبته ان شاء الله،
كل التوفيق مش الاسماعيلي بس، كل الانديه المصريه باذن الله. ونادي الانتاج الحربي كمان، والانتاج الحربي كل الانديه ان شاء الله بالتوفيق ليها، واولها النادي الاهلي. حتى صعب قوي. كابتن فتحي شكرا جزيلا. متشكرين جدا. شكرا كابتن فتحي. شكرا كابتن ماهر. نورتونا يا كابتن، نورتونا. دي طبعا كانت نهايه فقرتنا وان شاء الله، وحلقتنا، وان شاء الله نشوفكم بكره باذن الله من 10 لواحده في البيت الكبير.